على فكرة النادي الأهلي هو بيتعرض للي بيتعرض له ده، شوفوا صورته بره عاملة ازاي، شوفوا الإعلام التونسي، مش هقول لكم أي إعلام دولة تاني، الإعلام التونسي وتونس دايما ممثليها سواء الترجي أو النجم الساحلي أو الصفاقسي أو الأفريقي من المنافسين المباشرين للأهلي. شوفوا الإعلام التونسي بيقدر ويحترم النادي الأهلي المحترم ازاي، شوفوا دور الأهلي في البطولة الأفريقية ومطالب الأهلي اللي قدمها للاتحاد الأفريقي اللي الاتحاد المصري لا يعيرها أي اهتمام أو تقدير ولا يتبناها ولا يدافع عنها. الاتحاد المصري اللي بينه وبين الأهلي حيط، شوفوا صدى هذه القرارات. ده هو محطوط في أرض النادي الأهلي. شوفوا هذه القرارات وهذا الموقف للأهلي تجاه البطولات الأفريقية صداها في الإعلام التونسي، الإعلامي التونسي الأستاذ عبد الباقي بن مسعود في قناة حنا بعد يستعرض موقف النادي الأهلي، اسمعوه ربما تحترموه. الأهلي وبعدين هتجيب خبر. عبد الباقي بن مسعود، كلمة ليك في الدخلة بتاع اليوم. أنا أحب أقول أنه راهو الكبير يبقى ديما كبير، والكبير بتقاليده بمواقفه في الكورة، نحكي قبل نتيجة مباراة أو نتيجة مباراتين. هذا علاش قلته؟ لأنه النادي الأهلي المصري اللي بالنسبة لي أنا أكبر فريق عربي وأفريقي توجه بمراسلة للكاف وطالب فيها بمراجعة الإجراءات الأخيرة اللي عملتها الكاف، منها النهائي في بلد واحد، واقترح النادي الأهلي هنا أما العودة لنظام نهائي ذهب وإياب أو الاختيار بلد النهائي مسبقا قبل ما تبدأ تمشي الكومبيتيشن كيما يصير في الأوروب، على أن لا يستضيف البلد الواحد نهائي إلا بعد 5 سنين. ويبرر الأهلي موقفه هذا، يقول باش الناس الكل في إفريقيا تاخذ حظها في احتضان نهائي، ثم طالب الأهلي بمراجعة المكافآت الخاصة برابط أبطال إفريقيا على أساس أن المكافآت الحالية هي مكافآت تكاد تكون رمزية. المهم في كل هذا أن الأهلي هو الفريق الوحيد خاصة منطقة شمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا العربية اللي تكلم وبعث موقف وسجل موقف، في حين تواكب باقي الأندية في تونس خاصة، أنا اللي يهمني تونس، بالمشاهدة، كأنه ما عندناش موقف احنا، كأنه ما عندناش رأي، كأنه ما عندناش طرف في المسابقات الأفريقية. كل شيء في الأهلي يصير بأسلوب مؤسساتي، بأسلوب متاع الأهلي راهي مؤسسة، راهي منظمة. الأهلي ورئيس الأهلي لم يخضع لعاطفة الجماهير الأهلوية اللي طالبت بمقاطعة النهائي، لأنه المقاطعة موقف متعصب، هو كان موقف رغم أنه يعرف ظلم، كان موقف هادي وعبر، سامحني سي براوي، على موقفه حتى فوق منصة التتويج، وقت رينا كيفاش سان فانتينو وسسمو موتسيبي بريسك يقرقوا، كان هو الشامخ رغم انه مهزوم، وكانوا هما بذلهم يرضيوا فيه ويحاولوا هكا انهم باش كذا. الور نرجع لكلمتي الاولى، الاهلي يبقى فريق كبير وفريق غول من اغوال افريقيا، والاهلي مثال يجب ان تقتدي به. اللي يهمني انا بالاساس كل انديه المنطقه العربيه في افريقيا واساسا الانديه التونسيه. الاهلي يبقى كبير وغول افريقيا، هكذا ينظر المنصفون الى النادي الاهلي. وشوفوا بقى التقييم الموضوعي السليم والصحيح لموقف الاهلي والاجراءات التي اتبعها. مش كل واحد اللي تكسبه لعبه، واذا كان القرارات لصالحي يبقى تبناها او اقعد الطش في اللي قدامي وخلاص. لا، قال لك النادي الاهلي الوحيد الذي تعامل في الأمر بعمل مؤسسي ونظر إلى المستقبل، مش هيستفيد حاجة على الماضي خلاص. رفض الانسحاب لأن إجراءاته وخيمة، هذا التصرف مسؤول، وقال أنه لم يرضخ لرغبات الجماهير رغم أنه كان يستطيع أن يفعل هذا، ولكن كان في ضرر على النادي الأهلي في هذا الإجراء، وقبل أن يلعب وهو يعلم أن حظوظه تقريبا مش موجودة.
الأهلي يبقى كبير وغول القارة. هذا هو الاحترام. وعندما تكتب وتدرس، الأهلي درس الأمر، ما كتبش لطميات، ما قعدش يقول أنا وأنا 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 اتظلمت. اتكلم في النظام، اتكلم في العدالة، اتكلم في تكافؤ الفرص. قال لك كل 5 سنين ما تكررش بلد إلا بعد 5 سنين، عشان يبتدي كل العواصم الإفريقية عندها نفس الفرص احتضان البطولات. هذا موقف عام مش خاص. الأهلي وهو يستفيد من جريمة حيكت ضده في أنه يصلح الأمور. هذا هو الاحترام يا أستاذ إبراهيم.